صحيح سارة وهاني، يمكن سهى اليوم عندنا قصة حقيقية وقصة ملهمة للآباء. طبعا هم أبطال حقيقيين يسخرون حياتهم لإسعاد أبنائهم وعائلاتهم. وبطلنا اليوم تجاوز ظروف الانفصال وكرس وقته ويومه للتقرب من أبنائه، وشكل نموذج للتربية السليمة مهما كانت الظروف. بالتأكيد معنا هنا في الاستوديو نستقبل المهندس ماجد السراح الجربه، حيتكلم معنا اكثر عن هذه التجربه. وكل عيد اب وانت بخير. وانتم بخير، الله يحييكم. نورنا. صباح الخير لكم، وشكرا على الاستضافه. انا صراحه سعيد اليوم بوجودي بهذا اليوم، يوم الاب، اللي هو يوم عظيم بالنسبه لي ولمئات الاباء على وجه الارض. وانت اب عظيم يعني مهندس ماجد، وشفنا لك يمكن بعض الصور والمقاطع واعطتنا ابتسامه مره كبيره. أول شيء خلينا نتعرف عليك وعلى عائلتك وأولادك وأعمارهم. الله يحفظهم إن شاء الله. لا شك، الله يحييكم. ماجد أبو سفانة، مهندس ماجستير في إدارة الإنشاءات من الولايات المتحدة الأمريكية. ما شاء الله. ويمكن قضيت فترة من عمري هناك، وأطفالي كلهم ولدوا هناك، سفانة وسامي وريان. طبعا سفانة 10 سنوات، سامي وريان توأم. ما شاء الله. أعمارهم 9 سنوات، ويعني تقريبا هذا اهم شيء. الان طب ايش تعني لك الابوه بعد سفانه وسامي وريان؟ والله هي شوفي، اول شيء في هذه الان بستر هذه الفرصه بوجه تحيه للوالده طوب عمره الابوي، لانه صراحه يعني يعني احنا تعلمنا منها كثير. يعني اهتمامي انا بادق تفاصيل ابنائي انا تعلمته صراحه من 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 الوالد في اهتمام بتفاصيلنا. فهو اللي الله يعطيه العافيه طول بعمره، يعني له الفضل صراحه في امور من ترسيخ القيم هذه فينا، واللي احنا رسخناها ايضا في حرصنا على ترسيخها في اطفالي. الابوه بالنسبه لي انا تعني المسؤوليه. يعني احنا ما انجبنا وخلفنا عشان يعني نهمل اولادنا واطفالنا ونتركهم كذا، بالعكس مسؤوليه عظيمه، وهذا يمكن مصداق لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، لكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه امانه عظيمه يتمنى الجميع ان يستشعرها. الطفل يعني يحس في كل صغيره وكبيره، في وجودك معه، في بعدك معه. انا لاحظ فيهم ما شاء الله انهم اذكياء، حتى تعابير وجهي يعني صراحه يقرونها ما شاء الله عليهم. شوف الصور جالسه صحيح. تعرض. وانا بسال كمان انه يعني كيف توصف احساسك لما انت تقضي وقت وتهتم في ابنائك خاصه بادق التفاصيل؟ وليش الابتسامه نشوفها مع ابنائك وما نشوفها معك الحين؟ هو سبحان الله، هو طبيعي. يعني انا بلا مبالغه اجمل الاوقات اللي اقضيها كنت اقضيها مع اطفالي، هذا بلا مبالغه. يعني هذه اجمل الاوقات واحلاها والذها، تحس بالتقرب حتى لما يتقربون منك، باللعب نطلع نمارس انشطتنا سوا، نروح. يعني انا بلا مبالغه صراحه عشان بس اللحظات الجميله هذه كنت يعني الغي كثير من المناسبات، من العزائم، من حتى المخيمات او ما نسميه الكشتات. يعني كنت الغيها بس عشان انه فعلا العيون ما اجلس معاهم، نروح نمارس انشطتنا سوا، نروح نسبح سوا، نروح مطعم، نروح كافي شوب سوا. فحد تحس يعني انهم مبسوطين جدا يعني بهذه اللحظات اللي انت يعني لما تستمع لهم تجاوب على اسئلتهم، هم فعلا يعني يحسون يعني لدرجه انه احيانا يفتحون معي نقاش في مواضيع انا استغرب صراحه انهم يسالون فيها. ولكن لابد انه طبعا تنزل يعني من فكرك ومن عقليتك الى عقليتهم حتى يعيشون وينبسطون ويندمجون معك. ما شاء الله عندك سفانه عقليتها كبيره، يعني ما شاء الله ما ننزل. الله ما شاء الله. لا ما شاء الله تبارك الله، سفانه يعني هي اللي ماكل القلب. يعني انا كل اخوانها صراحه احبهم، خاصه ريان وسامي، بس سفانة عاد البنت دائما غير. يعني احلى شعور لما اطفالك يحتاجوك، ولا لما انت كنت بتقول انه في الخرجات وفي الانشطه وفي هذه الاشياء شعور ياكل القلب. صح؟ صحيح صحيح. يعني بالضبط. احلى شعور اكيد تعرف انت كمان يا خليل. اكيد اكيد. طب بسالك، مع التغيير يعني الحياه الاجتماعيه عليكم وعلى الاولاد، كيف حرصت انك وكيف اشتغلت على انه دائما تفضلوا على تواصل وما تتغير علاقتكم؟ صحيح، هذا الحقيقه موضوع مهم جدا يعني، واتمنى والله ان سلط الضوء عليه كثير. لا شك ان الحياه تمر بمنعطفات كثيره، تمر بعواصف كثيره، لكن الاهم دائما والاغلى انه هؤلاء الابناء الاطفال
أبرياء، يعني ما لهم ذنب في هذه الحياة، ما لهم ذنب في قراراتنا، فلا بد أنه ما يتأثرون ولا يعني يكون عليهم قاصر لا في سعادتهم ولا في أفراحهم ولا في يعني حتى المناسبات. أنا والله ألوم كثير من الأباء اللي يعني بسبب أنه حصل انفصال خلاص الأبناء هذولا يعني حط عليهم مثلا إكس، ولا بالنهاية أبنائك أطفالك، يعني من راح يربيهم، من راح يهتم فيهم، من راح يسمع لهم، من اللي راح يعني إذا أنت تركت أبنائك لغيرك، يعني أنا ما أنا هذه بالنسبة للأبوة، الأبوة هي عبارة عن مسؤولية، ومسؤولية عظيمة يعني لازم الشخص يستشعرها حتى يشوف هنا. يعني يمكن الشيء هذا يمكن زي ما ذكرت في البداية أني ورثته وشفته من الأب، أبوي الله يطول بعمره كان يعني يهتم في أدق تفاصيلنا في دراستنا، كان هو اللي صراحة اللي يعني يمسكني الرياضيات، حل لي يعني يكتب لي المسائل، النحو والصرف، القواعد اللغة العربية ذيك الأيام، كان هو اللي صراحة يعني علمني الإعراب. فهذه الأمور أنا صراحة يعني تعلمت من المنزل ومن البيت، ولكن هذه أيضا من صميم ديننا، يعني إذا ما اهتمينا بأبنائنا نتركهم إلى من السوشيال ميديا الآن. إن شاء الله صحيح. رب إن شاء الله. طب الآن استغل وجودك معنا وبس حابين نفاجئك بشيء بسيط من أكثر ناس تحبك وتفكر فيك وتقدرك، نشوف كليب. طبعا يعني واضح احنا حبينا نفاجئك، انت ما تدري ابدا وسالتك. لا صراحه ما درت ابدا. اي قلنا لك كان ودنا اولادك يشاركون واحنا فاجئناك بالشيء هذا. ايش تقول سوفانا وسامي وريان؟ رياني الحقيقه انا اقول لهم على الهواء، انتم يعني نظر عيني، انتم بهجتي وسعادتي، انتم تاج راسي، راح تظلون يعني مهما صار الى اخر يوم في حياتي. فهذه صراحه الله يحفظهم لك، رساله حب مني لهم. طيب. احنا عندنا رساله حب لك. هذه الرسالة يعني احنا طبعا كل أب معنا اليوم خصصنا له رسالة كتبناها من القلب، وراح تكون هذه هديتنا لكم وعربون. شكرا لمشاركتكم معنا اليوم. اليوم المهندس ماجد سراح الجربة حيقرأ هذه الرسالة اللي أهديناها لماجد ولكل الآباء. الله يعطيكم العافية. تخطيت التحدي الأكبر كأب وحافظت على أسرتك وحب أبنائك رغم الانفصال. في يوم الأب نتمنى لك دوام الصحة والسعادة لك ولأبنائك، كل عام وأنت أب محب عطوف. يعني الله يعطيكم العافية. الله يعافيك، تستاهل والله يا ماجد، ويعني شكر موصول لك أنت ولأبنائك، كنتوا عائلة جميلة وأطفال جميلة. وعطنا كلمة أخيرة توجهها لأبنائك ونصيحة لكل أب اللي عندهم آباء، وأنه كيف يوسعون دائرة صحيح. الحب. اولا انا احب اشكرك استاذ خليل واستاذه سهى على هذه الاستضافه. الرساله يعني اللي والله انا ودي ارسلها للكل، ابناؤنا امانه في اعناقنا، ابناؤنا صراحه يحتاجوننا، يحتاجون يعني يسمعون اصواتنا، نقاشنا، نسمع كلامهم، نسمع لعبتهم، نسمع يعني منهم نقضي وقت. يعني انا الوم كثير من الاباء اللي يعني يقضي كثير من وقته يعني بعيد في النزهه كذا خارج عن ابناء لا بالعكس، والله افضل النزهات واحلاها واجملها اللي تقضيها مع اطفالك ومع ابنائك بلا شك. وهذا يعني انا هذا شعوري يعني صراحه، يعني انا رحت اماكن كثير، رحت هايكنج، رحت كل مكان، لكن افضل الاوقات اللي يعني نطلع انا وياهم في نسوي نمارس اكتيفيتي حتى لو شيء بسيط يمكن صحيح. يمكن هذا له يعني حتى انت كوقع على اب يعني فيها دروس تربويه، فيها فائده لهم، يتعلمون منك امور كثيره في ديننا، في عاداتنا، في تقاليدنا. ف يمكن هذه الرسالة اللي أحبني أوجهها، حتى يمكن لو خاني التعبير فسامحونا. ما في شك، شكرا لك المهندس ماجد السراح، الله يعطيك العافية، أب مثالي وعظيم وقدم نفسه بشكل كبير. يعني أوجه كمان رسالة شكر للدكتورة ملاك الحسيني اللي سهلتنا بعض الإجراءات ولرقيها واللي دائما عودتنا على هذا الشيء، زميلتنا ملاك الحسيني.